السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ يا رب بالنجاح وبالتوفيق. ايام الامتحانات ومضغوطين، ويا رب كده يعوض تعب كل واحد فيكم خير. النهاردة جاية بقاعدة الكويتشن وورد، يعني ازاي اعمل سؤال بأداة استفهام. احنا خدنا فيديو قبل كده كان لامم ادوات الاستفهام كلها، وقلت لكم ساعتها ان انا هبتدي اقسم لكم فيديوهات تانية قصيرة لكل اداة استفهام واحدة. احنا كنا بس بنحفظ معنى اداة الاستفهام واستخدامها، يعني مثلا وات، ما او ماذا، والغير العاقل هو، من، وللعاقل، بس ما اخدناش اكتر من كده. النهاردة هنبتدي في أدوات الاستفهام اللي هي الكويشن وورد. الكويشن وورد دي من الحاجات السهلة جدا، بس قبل ما أبدأ في يعني نبدأ ندخل فيها لازم نعرف تكوين السؤال بالكويشن وورد. أول حاجة بحطها الكويشن وورد، الأكزيلاري فيرب أو الهيلبينج فيرب، الفعل المساعد، وده بيتحدد من الزمن والسبجكت والفيرب. يبقى عندنا كده السؤال بيتكون من أربع حاجات: ال WH أداة الاستفهام، ال auxiliary verb الفعل المساعد، ال subject الفعل اللي هو he و she و it و we و they، وال verb. وال verb برضو بيتغير تبع الزمن، يعني لو بسأل في ال present continuous غير ال present simple غير ال past simple. تمام، عندنا أول أداة استفهام هنبتدي بيها النهاردة هي what. what يعني ما أو ماذا، وبتسأل عن غير العاقل. تمام، what بتيجي في كل الأزمنة، يعني أقدر أسأل في الـ present simple، أقدر أسأل في الـ past simple، في الـ present perfect. طيب تكوين السؤال أو بسأل إزاي؟ لو جاي لي زي ديالوج يا عيال في أو محادثة يعني في الامتحان ومديني الإجابة، أنا بقرأ الإجابة وأشوف الإجابة دي بتتكلم على إيه. يعني لو مديني مثلا بيقول لي I need some oranges، I need some oranges، خد بالك هو هنا بيقول لي أنا محتاج بعض البرتقال، بعض البرتقال، some orange كده حطي لي عليها كده دايرة، ده some orange هنا غير عاقل. يبقى هسأل what، what يبقى كده طلعنا أداة الاستفهام. تاني حاجة المس قالت لنا الفعل المساعد أو الأكزيلاري فيرب. بص كده في الجملة I need some oranges، في هنا فعل مساعد؟ لا يا ميس، مفيش ولا am ولا is ولا are ولا was ولا where ولا أي فعل مساعد. أحط عيني على الفيرب need، لو need infinitive يبقى الفيرب الهيلبينج فيرب do، لو need فيها s needs يبقى الهيلبينج فيرب does، لو need في الماضي needed يبقى الـ helping verb did. تمام، يعني هنا what do، ليه مس حطينا do؟ علشان need infinitive. بعدين what do في فاعل، اجيبه منين؟ اجيبه من الإجابة I need، هو بيقول بقول أنا أحتاج، يبقى هو كان بيسألني what do، ها هحول I إلى you، what do you، طب اجيب الفيرب منين؟ برضو من الإجابة what do you need، واحط الكويشن مارك what do you need. شفت تكوين السؤال what do you need. تمام، تعالى كده نقول جملة تانية ونقول ازاي هنعمل عليها السؤال what. يعني اقول she eats rice and meat، she هي eats بتاكل rice and meat، رز ولحمة. هو الرز واللحمة الرايس والميت ده أجاوب أسأل عليه بإيه؟ دي إجابة أسأل عليها ب what، ليه يا ميس what؟ علشان الطعام غير عاقل. what فاضل إيه؟ auxiliary verb هجيبه منين؟ هجيبه من الفاعل eats، الفيرب هنا في اس يبقى what does، الفاعل هجيبه برضو من الإجابة، هو هنا قال لي she eats يبقى what does she، وحط الفيرب infinitive، ما ينفعش مع do ولا does ولا did أحط الفيرب في حاجة، what does she eat. شوفوا سهل إزاي، وحط الquestion mark. نجيب جملة تانية، ماشي I play the piano،
بعزف بيانو. I play the piano. انا كده جاوبت اجابة. اعمل السؤال ازاي؟ عشان الحتة دي جاية لي كتير، الطلبة اللي ما بيعرفوش يعملوا make question سؤال. قال لي اقرأي الاجابة كده، تعال نقرأ الاجابة مع بعض. I play the piano. انا بعزف على البيانو. هو البيانو ده عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل يا ميس. يبقى حط what، ادي اول جزء. what الفعل المساعد، الفعل المساعد مش موجود يا ميس، بس في ايه؟ في بلاي في الانفينيتيف، يبقى حط دو. وات دو؟ هي قال لي اي، احول اي الى يو. وات دو يو؟ ها الفيرب هنا ايه؟ برافو. بلاي. وات دو يو بلاي؟ ماذا بتعزف ايه؟ قال له اي بلاي ذا بيانو. تمام. خدوا بالكم بقى ان الامثله دي كلها اللي احنا قلناها كده في البريزنت سيمبل. طب ممكن يا ميس تدينا كده جمله في الباست عشان نعرف نعمل برضو كويشن بوات في الباست؟ اه ممكن اقول مثلا هي بلايد باسكتبول. هي هو بلايد باسكتبول. بلايد، خد بالك من الفيرب هنا. طيب تعالى نقرا الاجابه ونشوف هنطلع السؤال ازاي بسرعه. هي بلايد باسكتبول، هو بيلعب باسكتبول. هو الباسكتبول ده عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل، دي لعبة. يبقى هنسأل بوات، أجيب منين يا ميس الفعل المساعد الأكزيلاري فيرب؟ أدور على الفعل بلايد في الماضي. بلايد يبقى ديد. وات ديد؟ هجيب الفعل منين؟ هي. برافو عليكي، هو بيقول لي هي بلايد، يبقى الفعل هنا هي. وات ديد هي؟ طب ينفع أقول ديد وبلايد في جملة واحدة؟ ينفع تو باست في جمله واحده؟ لا، يبقى وات ديد هي بلاي، حط الكويشن مارك. وات ديد هي بلاي؟ تمام. مثلا جمله ثانيه علشان نعرف نسال في الباست. الباست سيمبل ده مهم جدا وبيجي لكم في الامتحانات لغايه ثالثه اعدادي، بيجي لي في المحادثات. تعالى كده نقول مثلا شي تاكس ا شاور. شي ولا نخليها في الباست؟ شي تاك ا شاور. شي تاك ا شاور، هي اخذت ا شاور يسترداي، هي اخذت دش امبارح. شي تاك، شي تاك ا شاور يسترداي. اعملي لي هنا كويشن وات، علشان الشاور هنا غير عاقل. وات تاك، يبقى الفعل المساعد ديد. طب هنا الفاعل فين؟ بصي كده شي توك، يبقى الفاعل هنا مين؟ هي. شي تبقى وات ديد شي. اخلي توك زي ما هي؟ ينفع ديد وتوك مع بعض؟ لا، وات ديد شي تيك. برافو عليكم، وكويشن مارك ما تنسهاش. وات ديد شي تيك؟ يبقى كده خدنا الباست سيمبل والبريزنت سيمبل. طب ممكن يجي سؤال تاني في مثلا البريزنت كونتينوس؟ اه ممكن. طب يجي ازاي يا ميس؟ تعالى اوريك. انت سالتني سؤال فانا رديت قلت لك I am reading newspaper. I am reading newspaper. I am reading. الفيرب ing مع am يبقى present continuous. newspaper، انا بقرا مجله. ها هسال بايه؟ ماذا تقرا؟ what. newspaper غير عاقل، يبقى هسال what. اجيب منين هنا الهيلبنج فيرب؟ الهيلبنج فيرب هنا بقى مختلف على الباست سيمبل والبريزنت سيمبل. الهيلبنج فيرب هنا موجود في قلب الاجابه. اي ام، اي ام هحولها لار يو. يبقى خد بالك، يو بحولها لاي والعكس، اي احولها ليو. اي ام احولها لار يو والعكس، ار يو احولها لاي ام. يبقى وات ار يو؟ انا عايز اقول لك انت بتقرا ايه. وات ار يو ريدنج؟ ايه ده يا ميس، ما اقولهاش ريد؟ لا، ده في البريزنت كونتينوس في السؤال برضو بحط الفيرب اي ان جي. وات ار يو ريدنج؟ وات ار يو ريدنج؟ وات ار يو ريدنج؟ انت بتقرا ايه؟ فهيقول لي اي ام ريدنج ا نيوز بيبر. تمام. طب ممكن تيجي اجيب لكم اكزامبل تاني. هي از درينكينج اورنج جوس. هي از درينكينج اورنج جوس، هو بيشرب عصير برتقال. فانا عايزه هنا اقول ماذا ايه هو اللي بيشربه؟ ماذا يشرب؟
هقول ايه ده الاورنج جوس يا ميس غير عاقل، يبقى اقول ايه؟ ها برافو عليكم. وات هو قال لي هنا هي از، اعمل لهم كروس واقلبهم وات از هي، يبقى هنعمل في البريزنت كونتينوس ايه؟ نبدل الاثنين. وات از هي درينكينج، ما ينفعش يا ميس اقول درينك. قال لي لا، في البريزنت كونتينوس الفيرب اي ان جي برده في السؤال وفي الاجابه. وات از هي درينكينج، ماذا يشرب؟ وات از هي درينكينج، فرد قال له هي از درينكينج اورنج جوس. يبقى وات هنا بتسال على غير العاقل. ممكن يجي لي شكل تاني من السؤال اللي هو مثلا واتس يور فيفرت جوب، ايه الوظيفه المفضله ليك؟ واتس يور فيفرت سبورتس، الرياضه المفضله ليك. طب بيجي لي ازاي الاجابه يا ميس وانا بجاوب بسال ازاي؟ خد بالك انا هنا عامله لكم اجابات واحنا بنسال ازاي. جه في الامتحان كده بقرا اول سؤال اللي هو الدايلوج، لقيته بيقول لي ماي فيفرت جوبز ار دكتور، ماي فيفرت جوبز ار ا دكتور، انا الوظيفه المفضله ليا الطبيب. يبقى هو كان بيسال ايه الطبيب، هي الوظيفه دي عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. يبقى هسال بي وات. خدوا بالكم احنا اتفقنا ان اي بحولها ليو و اي ام بحولها لار يو، هنا بقى يور بحولها لماي وماي بحولها ليور. يعني هنا قلت وات وحطيت الفعل المساعد از اللي موجود عندي في السؤال في الاجابه وات ماي فيفرت از، تمام. اوعي تقولي وات از ماي فيفرت، غلط. انا بسالك انت فهقول لك هحول ماي الى يور. What is your favorite jobs? What's your favorite jobs? ايه هي الوظيفة المفضلة لك؟ تاني لو جالي سؤال كده وقال لي my favorite sport is football. My favorite sport is football. انا الرياضة المفضلة ليا هي الفوتبول. هيبقى السؤال بايه؟ ده كرة القدم غير عاقل. احط what؟ برافو. ها؟ الفعل المساعد موجود في الإجابة is، ممتاز. what is your my favorite هحولها إلى your favorite، تمام. what's your favorite هو بيسأل هنا على إيه؟ على sport، الرياضة المفضلة ليك. what's your favorite sport، تمام، برافو عليك. يبقى هنا السؤال بوات سهل جدا، أداة الاستفهام الكويشن وورد، الاكزيلاري فيرب، الهيلبنج فيرب، السبجكت الفاعل والفيرب. لو عرفت الفورم كده بتاع السؤال هيبقى موضوع الديالوج ده سهل جدا عليك. واشوفكم على خير ان شاء الله الحصه الجايه، ما تنسنيش بي لايك شير عشان كل اصحابك يستفيدوا. اشوفكم على خير، باي باي.